من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال الرب يسوع: سراج الجسد هو العين، إن كانت عينك سليمة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك سقيمة فجسدك كله يكون مظلما، وإن كان النور الذي فيك ظلاما فيا له من ظلام، لا يقدر أحد أن يعبد ربين، فإما يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويرذل الآخر، لا تقدرون أن تعبدوا الله والمال. حقا والأمان لجميعكم.